بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدى الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم سلسلة شروحاتنا البسيطة والسريعة لاحتراف التعامل مع الفيديوهات. هنتعلم في أقل من دقيقة إزاي تحول الفيديو المقلوب وتعكس اتجاهه، والمشكلة دي بتواجه ناس كتير جدا اللي بيقوموا باستخدام الموبايلات لتصوير الفيديوهات. تعالوا بينا نشاهد مع بعض ونتعلم. دي الروابط اللي هتجدوها في خانة الديسكريبشن، خانة الوصف، هتتعاملوا معاها عن طريق انك بتضغط عليها تظهر نافذة، تقوم تنتظر شوية وبعدين تقول تخطي، وبعد تخطي قد يعمل لك اختبار كباتشا، بتختار 3 صور على الأقل أو 3 اختيارات صحيحة وبتستكمل عملية التنزيل. طيب، لما نقوم بتنزيل البرنامج وتثبيته بالطريقة الكلاسيك المعتادة، هيتم انشاء اختصار على سطح المكتب بهذا الوضع، اسمه موفي روتيتور. هضغط عليه دبل كليك اقوم بتشغيله. برنامج بسيط او نسميه اداه سحريه بسيطه، تقدر من خلالها لو عندك فيديو مقلوب زي ده هو عن طريق الضغط والسحب انك تعيد اتجاهه او تقوم ب زي ما احنا شايفين مع حضراتكم. ادي فيديو مقلوب اهو، ادي اعمده الاناره، ادي الميه اسفل والكوبري اعلى. كل اللي علينا ان احنا بعد ذلك هنبدا نستخدم. كان ممكن تفتحه عن طريق اوبن فتح او فايل فتح، ابدا اهو تعمل تدوير اهو، اعمل تدوير مع حضراتكم. نجحنا في معالجه هذه المشكله وظهر بهذه الطريقه. لو احنا كبرنا النافذه على هذا البرنامج بدا يظهر قدامنا بهذه الطريقه، ثم نضغط على اداه الحفظ ونقوم بحفظ الاسم ونحدد المكان الخاص بالحفظ. بتتم العمليه في دقائق معدودة اهوت، وهقوم بتسميته ايا كان الاسم، وبعدين الامتداد اللي بتقوله هو ام بي 4، واختار المكان واقول له سيف. هيبدا دلوقتي العداد في عملية روتيتور اعادة التطوير. اتمنى ان انا اكون شرحت هذا البرنامج السريع في دقيقة، وانتظروني في العديد من البرامج البسيطة والسهلة والسلسة اللي بترفع امكانياتنا وبتزود خبراتنا في التعامل مع برامج المونتاج، والتي لا تغني عن البرامج الكبيرة بأي حال من الأحوال. تقبل تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.